بعض الناس يطعن في عقيدة الأزهر الشريف، فما رد فضيلتكم على هذا الامتحان؟ عقيدة الأزهر الشريف، كل الأزهر الشريف كده عقيدته يعني بيطعن في الأشعرية يعني. لا، هو ليس الأزهر وحده أشعريا، الأمة الإسلامية أشعرية يعني. هذا الأزهر أشعري، والزيتونة أشعري، وديوبند أشعري، وندوة العلماء أشعرية، ومدارس باكستان أشعرية، وكل العالم الإسلامي أشعرية. السلفيين مجموعة صغيرة، حتى يعني إذا قلنا السعودية، ليس كل السعودية سلفيين. الحجازيين غير النجديين، غير المنطقة الشرقية، غير منطقة ديزان وكذا. فإذا خدنا بالأغلبية، أغلبية الأمة أشعر. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل ورجه ولن عدو.